قدم ولسانها احمر وتعرج ما تكون زين. خطبت البيطره؟ هي خطبت البيطره في الجهيه ومحطره علينا، يقول اكو دكاتره خاصين يطلعون وحتى هسه الدكاتره ما جاي يطلعون عليها يخافون من هذا المرض. هاي المواشي تبعد عن الصحة العامة ما يقارب 50 متر، يعني بصف الجهة الرقابية اللي اتأكد انه هناك حمى نزيفية في المحافظة. دائرة البيطرة بالقرب من هذه المواشي ما تبعد يمكن 300 متر. زين، وين الرقابة؟ وين الجهات المختصة اللي تتابع هذه الأمور؟